غزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم غزالات ديالي في فيديو جديد. اليوم راه جايه معروضه عند صاحبتي عند حنونه. ها انتما كيف ما كتشوفوا اليوم راه الجمعه تبارك الله علينا، راه كدير لنا اختي في الكساكس وكدير لينا يا اختي في سميتو كسكسو، راه كديروا في الكسكاس والخضره ديالنا كدير واحد الكسكسو يا البنات. مشيتكم ديال الميمات الكبار ديال الوالدين، الله العظيم اللي عنده واحد الكسكسو يا سلام. المهم الغزالات ديالي اليوم جينا جيت عندها اليوم غنبات عندها غنتفكر الذكريات وجدوا ايامات زمان ياكي غنتفكر ايامات الزينه وتحتوا شويه ايوا راه دابا الاخر ديال السيمانه. المهم الغزالات ديالي ها انتما هي البريمه، ها انتما يا اختي، يا اختي حادقه حادقه ودير هنايا زارعه لينا يا اختي النوار وزارعه لينا هنايا مطيشه يا اختي حادقه يا اختي. انا صاحبتي حادقه وهذا قلتي فلوريس، هذا عاوتاني الورد، ها هو كتسقيهم والله العظيم الى انا صاحبتي عزيز عليها الورود. المهم الغزالات ديالي نتمنى تكونوا على خير، نتمنى نكون كنال الاعجاب ديالكم، نكون كنفيدكم. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين، اليوم غندوز معكم واحد الفيديو اللي هو جد رائع جدا. خليكم معايا باش نوريكم لا انترادا ولا الدخيله ولا لا كومود اللي كتكون عند الباب. غادي نعطيكم افكار، نعطيكم فكره. هذا الفيديو هذا اللي كنديروه ماشي كنديروه غير مثلا، نديروه للقوانين، نديروه للروتينات، نديروه للناس اللي كيبغوا حتى هما يديروا الديكورات في دارهم. حتى انا والله العظيم الا كنستافد من اليوتيوبرات بزاف، انا كندخل كنبحث كنشوف الديكوراسيون كي دايره، كي دايره البيت الناس ديالها، كي دايره الدخله ديال دارها، كناخذوا افكار وكنكونوا واحد الحاجه وكنديروها حتى حنا في دويرتنا. المهم الغزالات ديالي بغيت نوريكم صاحبتي حنونه دارت واحد الدخله ديال الباب غزاله وعجباتني بالنسبه حتى اللي ما عندهمش الحيط كبير. ونقول لكم منين خدات وكيفاش وداك الشيء هي هنا حدايا. المهم هي الدخيله ديال الباب ها انتما، درت هنا هاد الزريبيه هادي بحال هكذا، وهذه هي الدخيله بالنسبه اللي عندها الحيط هكذا صغير الدراري كيغوتوا. هادو البنات هادو نتاع الصبابط كيف ما كتشوفوا، نتاع الصبابط هكا كيتحلوا، هكا كيتحلوا على هاد الشكل هذا. البنات هادو كاينين في ايكيا، هادو كاينين في ايكيا، هي شرات غير جوج، غير جوج وحدات، ها كل وحده ب 20 يعني بجوجهم ب 40 اورو ياك، بجوجهم ب 40 اورو كتجي وحده فوق وحده وحده فوق وحده. واذا كان عندك الحيط كبير كتزيدي هاد الجوج وهاد الجوج وكتزيدي عاود جوج اخرين هنايا ملاصقين. اه زفايشتوك جوج وحدات ب 20 اورو، وكل ما كان عندك الحيط كتزيدي. اه وهادو البنات خداتهم من بوس غزالين، هادو خداتهم من بوس هاد الوريضه، مازال عاد باغا دير هنا مرايا، باقا ما كملتش الديكوراسيون ولكن جات زوينه. وهاد الخشبه هادي انا كفكره عوض اللي غتخليوها هكا غير بلاستيكه باينه، كتشريو خشبه خديتيها مور المباخ، كتاخديها مور المباخ اولا بلاصه اللي كيبيعوا فيها الخشب. اه من بعد هي غتدورها، قالت لك غتزيد دير الخشبه من هنا ومن هنا وكتجي زوينه والله الا انا عجبتني. ودارت هاد الزريبيه هنايا، جا داك الشيء متول وانيق والحويط صغير باش ما تحكروش تقولوا راه عندنا الحيط صغير ما عندناش كي نديروا. الباب هنا فين واصل ما بين الباب والكومود راه غير واحد شويه، بالنسبه اللي عنده الدخله ديال الدار صغيره وباغي يدير الكومود، وديك الكومود اللي عنده هو مثلا مزاحمه ولا جايه خارجه بزاف ولا باغا دير كومود وما عرفاتش، هادو البنات زوينين وكتمسحيهم. هما هادو راهم ديال بلاستيك ولكن فنين بزاف الناس اللي دايرينهم. ها انتما كيف ما كتشوفوا غزالين. هنا من بعد غادي تجيب واحد البوفه هنايا اللي كتكون زوينه، كاينه في بوكو دايره بحال الكليسه، وكديري حتى هي في نفس الوقت كديري فيها الصباط وكتجي عاوتاني بحال الكليسه كتجلسي كتلبسي فيها صباطك. شوفوا الغزالات وقلت نتقاسمها معكم، علاش لا زوينه عجبتني. ان شاء الله حتى انا الدخله عندي البنات، حتى انا عندي الدخله مزاحمه، عندي الدخله بحال مثلا الا بغيت نخرج كروسات بنتي ولا الا بغيت نخرج شي حاجه ما غتبغيش تخرج ليا، هادو كيجيو لاصقين هنا وما كيجيش فيهم العرض بزاف. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا، انا اي حاجه زوينه فيها الافاده نوريها لخواتات ديالي. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، شوفوا رانا تبارك الله لابسه هاد القنيطره هادي المغربيه ديال الصديقه ديالي. المهم الغزالات نكسيكسو ما شاء الله، واحد الكسكسو غزال والبينه وكويسات. هاد الفنيجيلات هادو البنات البنيات كل وحده كاينه اللي كتعرفوا سواسه راه كيخلطوا الكسكسو باللبن. ايوا ها انتما كيف ما كتشوفوا البنيات هنايا كي
كل وحده كتهز الجبابانيه ديالها وكدير كيف ما كتشوفوا راه حنا كلينا كسكسو. كتعرفوا منين بنادم كياكل كسكسو كياكل وكيدوق تبارك الله جا واحد الكسكسو غزال. المهم الغزالات ديالي بغيت نتقاسم معكم واحد لا واحد لا ماشين واحد الماكينه اللي شراتها الصديقه ديالي كاينه في عثمان دايره 9 أورو و99 حتى انا غناخذها البنات. وهاد الماكينه على فكره دايرين فيها البنات من 8 سنين للفوق بالنسبه للبنيات اللي عطال اللي عطالعين اللي عاد كيبلغوا اللي الوالدين ديالهم كيبقاو اللي الامهات اولا حنايا كامهات كنبقاو نسولو شنو نديرو ليهم واش الماكينه واش هذه البنات غزاله. جربتها دابا انا وصاحبتي عرفتي شي حاجه واو وما كتزرق لا الحمله والو مقارنه مع ديك الماكينه زوينه. انا ان شاء الله نهار نخرج غادي نشريها حتى انايا زوينه 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 العانة الاماكن الحساسه السيقان اليدين اي بلاصه عندكم فيها الزغب كتحيدو وما كتنتفش ما كتنتفش لان انا كانت ديجا عندي وحده كانت كتنتف كتجر لك الزغب يعني بحال هذه ما كتنتفش واعره واعره. البنات ننصحكم انكم تاخذوها ديروا لها السكرين هذه راه كاينه في عثمان ها هي البنات عاد لقيتيني جربتها انا والصديقه ديالي عاد خداتها كديروا فيها هنايا الحجر هذه راه ما كتشارجاش ولا شي حاجه غير الحجر كيف ما كتشوفوا. المهم الغزالات ديالي وبالنسبه لواحد المتتبعه ديالي سولتني قالت لي قولوا لي بشحال كيتخلصوا الوليدات هنا في المانيا. هنا الوليدات البنات كيتخلصوا 213 أورو الواحد 213 أورو. وبالنسبه للوراق اللي غتقولي لي فين غادي ندفع الوراق بحال واحد المتتبعه ديالي قالت لي عفاك قولي لي فين غادي نمشي ندفع الوراق ضروري ما غتدفعيهم فاميليا كاسا تما فين كتدفعوا فونغيلد. وبالنسبه اللي باغي يدفع حتى كيندا سوشنا الغزالات هذيك فاميليا كاسا كتدفعي فيها كيندا جيلد ديال الوليدات. شنو كتدي البنات كتديو العقد الزياد ديالها وكتديو شهاده السكنه هادشي اللي كتديو على ما اظن هادشي اللي كتديو صافي وكتدفعوا لهم تما وكيعطيوك واحد الورقه كتعمريها وصافي تماك فين غادي تدفعوها البنات كيعطيوها كل شهر. وبالنسبه الى تعطلوا عليك داك ديك الوقيته اللي كتمشي كتدفعي مثلا تعطلوا عليك 3 شهور ولا 4 شهور تعطل عليك 3 شهور عاد جاوبك تقدر تعطل عليك 4 شهور هذيك 3 شهور اللي غتعطل عليك ولا ديك 4 شهور البنات كيجمعوها لك كامله وكيعطيوها لك دقه واحده. فهمتوا الغزالات ديالي هادشي اللي بغيت نقول لكم ونتمنى انني نكون جاوبتك على قد السؤال وتكوني فهمتيني اختي لا بالنسبه اللي سولات شحال ولا بالنسبه اللي سولات فين الغزالات ديالي. غادي نجاوب واحد المتتبعه ديالي عاوتاني قالت لي الريدوات ديالها عجبوني ديال بيت الناس ديالي وبغات ديرهم البنات. انا السيده خديتهم عليها ماشي صايبتهم لي انا شريتهم على السيده كانت باغا تبيعهم. بالنسبه اللي باغي يصايب بحالهم غتدخلوا غير الفيسبوك غادي تكتبوا مثلا السوريين في دورتموند السوريين في فوبرتال سوين السوريين في شي بلاصه المهم شي حاجه راه كيكونوا في الجروبات هما بزاف كاينين دوك الخياطه اللي كيصايبوا دوك الريدوات وداك الشيء راهم على الجهد موجودين وكيصايبوهم لكم البنات يعني شي حاجه طوب وشي حاجه ثقيله بالنسبه اللي ما عندهمش الريدوات هكا كيطيحوا دوك الريدوات كتصايبيهم. كيف ما كتشوفوا حنا كنديروا كاسكروط هنايا بغيريرات وهذا بانكيك البنات اللي في هذه المقله العجيبه اللي كتجي فيها بيتزا ديري فيهم تبطيبيطات ديري فيهم بغيريرات صغورين ديروا فيهم ميني بيتزا صراحه كيجيو زوينين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا طالعه منهم واحد الرائحه جد جميله الغزالات. المهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا حنا كنوجدوا كاسكروط عندك بغيره حنان وهذا البنات القهوه في كافيتيرا باش نتوقدوا لان عرفتوا راه دوخنا داك الكسكسو. المهم الغزالات خليكم معنا هينا واش واش الشكل لا واش ديري كيف ما كتشوفوا معايا غادي نختم معكم ان شاء الله الفيديو. نتمنى البنات نكون كنفيدكم نتمنى تكون يكون هذا الفيديو هذا استفدتوا منه شي حاجه البنات الا ما فهمتوش عاودوا سولوني. وبالنسبه للبنات اللي دخلوا جداد عاودوا رجعوا الفيديوهات القدام انا قايله لكم على جميع القوانين وداك الشيء اللي فاتكم عاودوا دخلوا ليه لان كيدخلوا الناس جداد كيعاودوا يسولوني. كاسكروت اللي وجدنا اليوم راه بايته عند صاحبتي غنتعاودوا ونهضروا كما قلت لكم. المهم الكاسكروت ديالنا كيف ما كتشوفوا
درنا هنايا بانكيك، هنايا البغرير، المهم هنا لي طاس القهوة، وهنايا البنات الحليب راه درناه كاس هكا وكاس مخالف زعما هكا الزازو داكشي. المهم الغزالات ديالي وهاد الشميعات هادو البنات راه كنت خداتهم صاحبتي من اكسيون، هانتوما كيف ما كتشوفوا. ونتمنى لك غزالات فرجة ممتعة، نتمنى تكونوا كتستافدوا، ما تنساوش تبارطاجيو البنات، الله يسهل عليكم كثروا لي من اللايكات باش يبقى يطلع لي الفيديو ديالي الناس اخرين. ونتمنى لكم كل السعادة والتوفيق لكم البنات، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.